حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج طارق شو. أنا صراحة لي ثلاث أيام ما أسمع في راسي إلا بواري والله. بس اليوم كذا حسيت بالأغنية إنه مرة كأني قاعد قدام فرقة أم كلثوم. والله بوري البيجي والألام في راسي ثلاث أيام في مصر تخليك ترقد تسمع بوري. لكني ما نسيتكم في مصر عاد. الله يسلمك. والله ما أقدر أنساكم. جايب لكم هدية أنتم بس ترى ما جبت لغيركم. يا عيني. شوف هذه أول شيء هذه هدية حمادة. يا الله حركات. وهذه هدية سيف. الله رق. وهذه هدية مروان. يا سلام هذه التركي. بلال لا وهذه بعد التركي. تركي جايب له ثنتين. يا عيني مزبط كل واحد وعدته. بلال جايب له ثنتين بعد. بلال دانك ما تعرف له بس جايبه. ما لقينا ذا حقك والله. وجبنا لك ذا غير اللي حق الشباب. يا طبعا المخرج اكيد ما نسيته. جبت للصندوق. لك ذا خذها بعد الحفل. طبعا هذه بس تشوفونها كل يوم ما تاخذونها. بس بالنية انها لكم. بس نية انها لكم لكن تقعد هنا. الخبر الاول يقول لك الدفاع المدني يناشد المواطنين باخذ الحذر من التدفئه بالفحم. يا اخي الدفاع المدني والله العظيم كنا جدتنا. في السيول يا جماعه انتبهوا من السيول لا تغرقوا، في الامطار انتبهوا يا جماعه لا الان انبح صوت الدفاع المدني ويقول يا جماعه لا جيتوا ببيتكم لا تشبون في غرفه مقفله. خلوا شبوا في الحوش، جيبوا حطبكم، فحمكم اللي تبوا تدفوا في الحوش، انتبهوا من الدفايات المضروبه، انتبهوا من. وبعد كم يوم نسمع حاله وفيه. ترى الموضوع بديهي، في مكان مقفل حطيت ذا راح الاكسجين جاك ثاني اكسجين الكربون. ما راح تحس بنفسك الا وانت ميت. فانتبهوا يا جماعه. جيتوا ترقدون طلعوا ناركم برا. سهله. سهله فيك النوم وتعبان لا تشب طلعها برا. بتشغل المكيف على حار نسم له شوي الباب الشباك. واترك الدفاع المدني يعيشون. والله عندهم ترى بلاوي غيره. ما غير ينددون يحذرون يا جماعة انتبهوا يا جماعة انتبهوا. الخبر الثاني أكثر من 1.5 مليون بلاغ وشكوى عبر تطبيق كلنا أمن في شهر نوفمبر فقط. وش الشكاوي؟ المرور أمن الطرق الدوريات. هذا شيء يفرح بينكم ويبكي بنفس الوقت. لأن إذا 1 مليون وشوي بلاغ من المواطنين فشيء حلو الناس صارت تعرف وين تقدم بلاغات. لكن اذا 1 مليون وشوي فمصيبه يعني الدوريات والمرور ذولي وش قاعدين يشتغلون؟ فما ندري هي كذا ولا كذا لكن ان شاء الله انها مي بكذا كذا. نكمل كمل بعض. اكمل؟ نكمل بعض. دراسه. عشاق القهوه الساده السوداء كسوادي قلب مدري من يقول لك هذول يعانون من حاله نفسية. عرفت؟ شخصوها الأطباء أنها سادية. يعني شخصيته تكون سادية، شخصية حقودة. فشغل التمويه حق الصبح وذا أغنية فيروز ما يمشي علينا. أنت صدق قلبك أسود مثل قهوتك تشربها الصبح. يا حاقد. يا حاقد. طلعت ما هي برومانسية ولا حركات تميلح. طلع فيها حقد. نطلع فاصل بس. حياكم الله معنا بعد الفاصل. اليوم قضيتنا موضوع مهم صراحة. يقول لك وزارة الشؤون البلدية والقروية تطلق حملة تحسين المشهد الحضاري للمدن. وش السالفه؟ قبل 7 شهور يعني قبل 5 شهور من الان لا شهر 7
قبل 5 شهور منام اطلقت الحمله. خلينا نرفع الكروت عشان اقرا لكم. البلديات بدأوا يشتغلون بعد الحمله دي، ينظفون الشوارع ويزينونها ويشيلون الحفر اللي في الشوارع وترميم الارصفه. حلو، حمله حلوه، بس ما في اي شيء، هذه شغلكم يعني. انتم قاعدين ترقعون شغلكم اللي مهملينه يعني. المفروض كل بلديه فيها 50 مراقب، وش كانوا يسوون الصبح؟ ما يشوفون ذا الحفر، ما يشوفون الوساخه، ما لعب. لكن حمله يلا حمله حمله يعني. امانه منطقه الرياض ما شاء الله عليهم مشكورين، بدوا مع الحمله ذي باعاده زفلتت الشوارع. يعني مو باعاده زفلت، اعاده ترقيع اللي تم زفلته، اللي قاعد المفروض انه ياخذ عليه الاخ المقاول مخالفه، اللي المفروض الاخ المقاول نفس الوقت اذا حفر الشارع في ضمان يرجع يقفله. لكن هذا زي الثعلبه شوارعنا، ترقع منه طلع لك حفره منه، ترقع منه طلع لك حفره منه. هذا المفروض شغلهم من اول، بس حمله حمله يا جماعه. ترى الحمله اسمها رهيب، حمله تحسين المظهر الحضاري. الله الله، يعني كنا احنا اللي اكلنا الزفلت وحفرناه. يعني مو مشكله، مو مشكله يعني، على ترقيع لكن حمله حمله حمله. النعريه مشاركه برضو، بلديه النعريه في هذه الحمله. شوفوا ما شاء الله عليهم كيف العمال يكنسون الشوارع والارصفه. يعني تحس العمال اول وش كانوا يسوون؟ كرتون مثلا، مو مكانس. ما كانوا لابسين برتقالي يعني، كانوا لابسين اخضر، لبس جديد بس. ولا جمع العمال في زاويه وصورهم. هذا شغل العمال، شغل العمال نفس المكنسه نفس البدله، كل يوم يصرحون الصبح، المفروض يكنسون الشوارع. نرجع ونقول المفروض البلديه المراقب المدري وشو كان يشيك، بدل ما كان الله يكرمكم الوساخه كذا، كان كنسها وراح صارت كذا، فسووا الحمله يكنسون ذي اللي تركوه عجاج السنيني. نجران مشاركه في الحمله بعد، ابشركم بالله طالع، بالله خلينا نشوف مشاركه نجران. يقول لك هذه ازاله التشوه البصري، المظلات من عند البيوت. فقال لك هذه المظلات انه كان الناس يحطون عند بيوتهم فكانت تسبب تشوه بصري. المظلات اللي وش هي؟ اللي حنا شموس انها تخليك اذا شغلت سيارتك الظهر وانت رايح دوامك تقعد نص ساعه برا في الشمس ابرد من السياره. واذا مو ترك جلد تقول لي شغل تبريد، ما يفيد. فكان الناس يحطون مظلات عند هذه تشوه بصري يسمون. يا شيخ لو الف في شوارع نجران لا القى 100 تلوث بصري غير ذا المظله اللي حطها ضعيف يغطي سيارتك. الله العظيم. لكن حمله 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 حمله, حملة, 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 حملة في 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 ترى في ورونا 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 اشياء من وش ذا؟ هذا تشوه البصري. ايس كريم ذا هذا لعبته، هذا اللي سوته البلديات تشوه البصري. الله لا ندري وش شره، هو سكريم زي ما قال بلال. ودي اقول شيء بس ما انقال. ما ندري يعني، احنا نقول التصحر ونقول مشاكل التصحر، ويجي يقول لك لقينا الحل، طقه رصيف منه ممشى ترقيعه في الشارع، تلقى 6 ممشى منه، ويمشى منه ممشى في العاره، وكلهم كرشين. والله هذا احنا محتاجين شجر. تقول لي في أزمة موية، شوفوا لنا دبر للموية، في شجر يمشي بدون موية. أما الترقيع ذا واللي ما أدري إيش هذا شغلكم من 10 سنوات. المفروض بيقول واحد توني متعين جديد، أوكي متعين جديد، المفروض جمعتهم من أول يوم، واستوعب العذر ذا توني متعين ما نقدر نقول شيء. زينا في البرنامج توني جديد بعد، فنطلع فاصل. مرحبا اليوم بضيفنا السمي طارق الحربي.
هلا والله فيك، هلا بالسمي، منورنا والله. اخيرا اخيرا شال العين، ربي يسلمك. العين نفتك من القلق هلا خلاص. بس تدري انك شلت عني شيء عظيم، وانت بعد شلت عني شيء عظيم. اذا قريت سب اقول اكيد يقصدونه. اي والله، وانا حطيت عليك سب الحمد لله. انا اكره واحد عندي ذاك السامج السعودي طارق الحربي، تراه ان شاء الله انه مو بنا. لا بس حتى في الموضوع بالله وروني، شوف ابوريك شغله بعد شلت عني. اشوف حاطين اسمنا سوا، ضيعتنا، وفرت علينا. ولا اي تعب ها؟ ولا اي شيء، شيء نفس الاسم اللي دائما ينزل لي على الطب. وشلت عني شبهه مهمه. وشي؟ كانت ناكبتني، الصوره، ورنا الصوره. هذه. يعني مشكلتي انا والسدحان دبسوا صورتك. الله لا يعطيك عافيه. يا جماعه والله يا توترت ذاك اليوم. ترى وقت المشاكل اصير غريب، ما اعرف ايش. وثروتك شرعيه، وش ذا الكلام؟ والله العظيم اسف، والله عبد الله السدحان على راسي، والله اسف، بس والله ان هذا هو. شفه. شوف انا شفت صورتك من السوشيال، قلت حلو هذا. اي كتبها. وخر يا الله لعبت فيه. طيب اقول لك شغله مهمه. تبغى تدخل على طول نسولف شوي؟ عادي اللي تبي. والله؟ والله. طيب نشوف اغنيه. يا يلا ورينا اغنيه. بركة نامر ها؟ انت تحقر؟ وش فيه؟ موتري مغبر؟ ولا شكل باين انه مطفر؟ وش ذا النفسية؟ انت شلون تفكر؟ اقول خذ النصيحة لو ما تقبلها. هذه اغنية، طبعا مي بلولة، في قبلها كم اغنية صح؟ هذه ثالث أغنية. ثالث أغنية حلو. هي ريميكس على شوية. إيه. موضوع غريب صح؟ إيه. إحنا سوينا ثلاث أغاني. حلو. الأولى كانت ما في أحد يشتاق لك كثر. إيه. أنا وحمد قطان. حلو. الثانية لو علي إيش في جروحي بيدي أنا. حلو. وحمد قطان. الثالثة. إيش سحبت على زيد السويدة معكم زيد؟ ومعنا زيد أي معلش أنا آسف. فلا. هذا نظامك. أمسي عليه بالخير. هذا نظامك. أوف أنا اللي جايب العيد في اللقاء اليوم. بس إني سويت الثانية مع زيد السويدة. سحب على قطان الحين حددنا يا ولد شو السالفه ايش فيني اليوم يا جماعه قلت سويتها لحالي وخلاص سويتها انا انا سويتهم اروح نظر معهم لا بعدين قلنا انا في خاطري من زمان اسوي هيب هوب دوي صراحه يا شيخ حلو تبي كلام التلفزيون ولا تبي انا سوالف ما نبي ترى احنا زين كلام التلفزيون انه انا ابغى اقمع العنصريه وانا ورينا بس الصدق انه انا والله من زمان ابغى اسوي هيب هوب عنصري عنصري هيب هوب يعني انت ضد العنصريه بس ريلاكس طب ريلاكس ريلاكس اي اغنيه ريلاكس. فيهم ضربت صراحه ايه؟ يعني كلهم احس لا اللي ضربت فيهم يعني انا اشوف انه اول واحده ذيك ضربت الاولى احس هي اللي اخذنا عليها ثالث اعلى مشاهده عربيه اي هل تحس انك في ذا الاغاني الأغاني الثلاثة أو الجو هذا أنت تستهدف فئة يعني معينة سلعة عمرية ولا يعني وش تستهدف فيه؟ أول شيء أستهدف فيه فئة معينة اللي هم تقريبا خلينا نقول الأول أول أغنية ما كانت صراحة ذاك الاستهداف الحقيقي اللي هو كانت ما في أحد يشتاق كان شوية يعني جو بسيط إيه جو عام إيه الثانية لما لو تلاحظ زدنا العدة وزدنا هذا عشان نبغى الناس اللي تنبسط وتحب الأغاني الفرايحية اللي رايحين الرقص راعين الرقص هذول العيال فهمت اي لا تعرف ابي هذول الناس يحبون هذه الاغنيه لانها راح تنجح كثير طيب ما تحس انها توجهت راحت للمثلا حق المتوسط والثانوي لا الاغنيه حقتنا اللي هي ارحب كلامها صعب وحبيت استهدف فيها الاطفال والمراهقين حلو هذه الاغنيه الثالثه لو تلاحظ الالوان زياده الالوان والجو الفرايحي وبس كانت غلطتي الوحيده ان الكلمات ما تتغنى بسهوله فهذه هي الغلطة الوحيدة عشان كذا ضاعوا مني الأطفال لو الأطفال موجودين كان أخذنا أعلى من كذا طيب حلو سؤال كذا بس من خاطري بس لأن كذا من الأسئلة اللي ذا حنا صراحة قبل ما في أحد يشتاق لك ما أعرف حمد قطان ما كان له سوق في السعودية أوكي. يعني ونعم الرجل واحترامي له وكذا بس أنا أتكلم عن وضع كسوق ما كان له سوق في السعودية ما حد يعرفه في السعودية أوكي. صح ولا لا؟ ممكن يكون في ناس ما يعرفونه لكن هو مشهور جدا كملحن إيه كملحن 10% احنا عنده تعرف ما نعرف الا ياسر ابو علي سهم غالبا صح تجيب لنا اي ملحن ثاني ما حد يعرفه صح كان نقول 10% كان الناس اللي يعرفونه في السعوديه في ذيك الاغنيه كنت انت كسوشيال ميديا مكوش على الليله انا
ما ادري شلون ارد على الموضوع هذا بس الله لا ان شاء الله نقول ان شاء الله. لا كنت مكوش هو استغل تشوف انه استغل مثلا حضورك كان الموضوع منه هو ولا الموضوع منك انت يعني كنت اللي رحت لحمد قطان قلت مني يشتغل ولا هو اللي جاء قلنا مني يشتغل. اول شيء مسي عليه بالخير انسان هذا والله مسي عليه برضه فنان وانا مؤمن انه فنان والاغنيه كذا ولا كذا انا اشوف طارق الحربي اشوف ان انت الموضوع مره غريب للاسم انا اشوف ان الاغنيه هت بي وبدوني صراحه لان الاغنيه لو الفيديو حلو وانا رفعت الفيديو مرئيا الاغنيه ماخذه اعلى استماع في انغامي وقتها وفي كثير من الاماكن اي بس اوكي لانهم يعرفون فيديو كليب فلان كذا كيف الناس جت شافت انت ايش دراك يمكن يضرب حمد ما هو اول فيديو له ها يعني اذا سوى حمد هل تتوقع الحين يعني اذا سوى حمد اغنيه بدون طارق ولا بدون زيد السويدة بدون ذا هل تضرب طبعا لان حمد فنان سوى وين صح اسمه وين وضربت وش ذي لا انت قاعد تسوي نفسك ما تعرف والله ما اعرفها والله هذه اغنيه اسمها وين مره حلوه اسمها. تعرفها مروان وين اللي قالوا ما يخونوني ها يا شباب ايش فيكم طيحتونا يا جماعه الخير حرشتونا يا جماعه لا لا الاغنيه ما شاء الله ماخذه شوف ما عليكم من طارق جماعة الخير قاعد يطيحني لا والله بالله ما طيح لا تحطني في الفخ لا انا قاعد الحين طيب خلاص انت الحين اشتهرت في البدايه وكنت انا من الناس المتابعينك وقتها واذكر وقت بدايه في الانستغرام اعتمادك على الليبسينج اي صح بعد فتره لما عرفت سحبت على الليبسينج تقريبا صح في ناس كثيره طلعت في المجال ذا هل تشوف في احد ينافسك فيه ولا الى الان انت رقم واحد فيه شوف الليبسينج تقريبا كان عندي حركه اسويها اسوي فيديو انا ما ضرب ليبسينج وراه شوف كلام اول مره بقوله كذا صار صراحه كنت اسوي مثلا 3-4 فيديوهات يضرب منهم 2 يحبونها 2 ينجح 2 تعلق بروس الناس 2-3 حسيت الريتم طاح ليبسينج ليه لاني صرت اعتمد على ملامح وجهي كثير مره في الفيديوهات ليش انا سحبت عليها لانه انا وقتها كان تقريبا الموضوع هذا يعتبر جديد وغريب علينا فلما صار الحين صار مره كثير يعني انت فتحت علينا باب ليه تمام فتح تدري اي والله انا اقسم بالله يعني اقول لك شيء انا اول مره شفت حسن البلام عام ما ادري كم 2000 ما ادري 2002 ما ادري قرقعان قاعد اسوي ليبسينج سوى ارى مام سرفم بيردها قلت الله سهل اسويه انا الحين واروح اسوي ليش تضحك معاه شو مغنيه رومبا هناك فرحت انا سويت الليبسينج صارت الدنيا بس انا عرفت انه في حاجه في تعابير انت اشتغلت مع حسن البلام في التلفزيون صح كيف تجربتك في التلفزيون حلوه مره تحس انها قدمت لك شيء كمسلسل ايه صراحه قدمت لي انا استفدت مع حسن البلام قدمت لك كتجربه استفيد انا منها سرقت تريكس تقدر تصور فيها بطريقه كوادر تعرف تصور فيها من هنا اتعلمت زوايا الكاميرا حلو اكس وايد كاميرا تاخذ الحس مدري شلون طيب بس انك كتجربة ما كانت يعني ما كان العمل اللي ضرب ذيك الايام صح هو سيل وهيل اسمه ايه سيل وهيل زحمة النجوم فيه خلت ما شاء الله العمل ينجح لكن ما شاء الله تبارك الله التلفزيون في رمضان مركز على محطة واحدة فهمت فهذه مشكلتنا احنا لكن لو كان في وزحمة مسلسلات وين تشوف وش تخلي ما شاء الله تبارك الرحمن لكن المسلسل كان صراحة ناجح 100% أنا حبيته لا أنا حبيت التجربة والله حبيت التجربة لأنه خلاص أنت أنا أشوف كأنك رجل عجل في خطواتك أي عرفت ليبسينج نقلت على طول أغاني نقلت رحت مدروين كذا بتفتح حلاق بعد فترة ما أدري مطعم بس مو بحلاق بعدين أقول بعدين دخلت في موضوع هلال واتحاد ونصر نشوف الصورة خلينا نشوف الصورة شلون دخلت هلال أوكي أي صورة أنت منزلها يعني كانت استفزاز الجمهور الهلال هذه والله ما هي استفزاز جمهور الهلال لو تلاحظ الكلام ما كان استفزاز كنت أدعم فيه كنت أرفع شعار الهلال أيوه. فهمت علي فأتوقع كان في قضية أنا ناسي وش التغريدة كان في قضية عن الهلال أو شيء فأنا كاتحادي وقفت معاهم في الآسيوية أنا أتمنى الهلال طب وقف مع ناديك راعي فيها الحين والله الوضع طاق تكفى وبصيح الحين لو يعطيني بيات حمسدح لك تبكي والله العظيم الوضع تعبان مرة طيب لو ترشحت رئاسة نادي الاتحاد توافق؟
والله يشوف لو ترشح الان صراحه رئاسة نادي الاتحاد ما حوافق عليها، رئاسة اي نادي ثاني الا الاتحاد لانه جمهور مره حار صراحه، فحخاف يعني ما يصلح ما يصلح. طب من تتوقع يعني الشخصيه اللي تصلح لاداره نادي الاتحاد؟ محمد نور بس. أي. اوكي لقيت شيء نتفق فيه، الاسم محمد نور. حلو محمد نور شغال انسان. محمد نور كان كابتننا من زمان وكان مدير الفريق من زمان، فلا نكذب على بعض، احنا نتمنى يرجع زي كذا. بس حتى لو جاء محمد نور بيفشل؟ ما اتوقع ان شاء الله لا. طيب خلينا نشوف فيديو لك. طيحني مع محمد نور وطيحني مع قطة وطيحني مع زيد. شوف فيديو. طبعا اعشق هالمرأة ذي. طبعا بقول لك شخص، في شخص جالس جنبي هنا ومستمتع بالحوار مره، شوفي زيد الشقيده. هاي يا حبي لكم. الله يطول بجعل ما يغني غيرك ان شاء الله. جعلك تسلم يا الغالي، جعلك تسلم يا ربي. الله يطول. طبعا انا وياه مره اصحاب، انا هذا الشخص سالفته 2012 استضافني في اذاعه ولك كلام كثير. انا صح ترى انت بعدين مره تقلب كويس ما ادري كيف نظام ذا، ومره تخبص ترجع تعبت منك اليوم. لا في شيء مو بحلو، الحلاقه اللي قبل شوي شفت الحلاقه مي بزينه. طب اقول لك شيء، انك محلق عندنا قبل شوي انا ضبطك. ما اقدر اخلي السم يطلع كذا. والله ما حبيت حلاقتي في الفيديو ابدا. بنشوف عمل لك انت واحلام. والله ان شاء الله ليش لا، بالعكس انا انا اموت في احلام صراحه، فنانه قديره رهيبه. وتواصلها معي ذاك اليوم كان صراحه غريب يعني. الطريقه كمان كانت غريبه، فجت قالت لي طارق ايش رايك نطلع لايف على انستغرام؟ قلت لها يلا. كان عندها حفله في لوس انجلوس اتوقع او شيء زي كذا، فصارت لها قضيه غريبه فقالت لي طارق الحق. قلت لها ايش فيك؟ قالت في واحد كذب على الجمهور وحط مدري صار ومدري وشو، ضحك على الجمهور واخذ التيكتات كانها عنده يمهب عنده فنطلعنا ننوه يا جماعه اللي في لوس انجلوس اللي مشترون تذاكر احلام ترى هذا مو بصحيح ترى، فهمت الموضوع؟ يعني كانت منسقه بينكم انكم تطلعون عشان الناس تدري ان تقريبا نبغى ننوه قد ما نقدر. فهي هي انا يعني ما شفت انسان قلبه طيب نفس احلام. ترى احلام معروف عنها ان انسان راعي عمل خير. اي انا وطيبة. عرفت بعد من تالي هالشيء والله. عمل خير ان طلعت معك هذا الفيديو. اي والله على الحلاقه. والله العظيم الحلاقه ذي قمه الانسانيه، تطلعين معي لايف وانا هذه حلاقتي. والله انا مش حطلع معي والله. لا بس انه طب وش تتوقع النوع اللي بتقدمونه لو انتم احلام فكرتوا تقدمون شيء؟ والله شوف هي على حسب الفكره نفسها يعني. انا في العاده اجلس يعني افكر في الفكره نفسها، افكر في الكونسبت وش راح نقدم، وش الحاله اللي نبغاها، طب ايش رسالتنا من وراء الموضوع؟ يعني بتقدمون شيء هادف يعني مو قص حب مو كذا مو اشياء. لا لا يكون في رساله مغايره. انا اكره التكرار يعني، انا لو كان تميزت في حاجه ان انا ما كررت. هذا هو الشيء. فاذا كان في تكرار يعني هي مثلا صوتها في الباك جراوند وانا مسوي فيها حلو في الفيديو كليب وطالع، هذا تكرار يعني. ما تجي اشياء ثانيه ما تمشي. خلني انا اضبطك في موضوع وجهي بني طالع وحلاقتك مضروبه. حلو. خلنا نشوف الباي حقك في تويتر. يلا خلينا نشوف ايش كاتب. ما اقدر اشوف والله. اتحدث اللغه العربيه الفصحى لان هذا البايو الخاص. ما تعرف ايش كاتب؟ تبي تشوف؟ والله ناسي. تبي اطلع جوالي اشوف؟ اما ما تدري شوف. والله ناسي قسم بالله. خلاص اسكت، نبي حق اللغه العربيه بالله. كاتب بايو من اللي كاتب لك؟ والله انا كاتب تصدق وناسيه. ما ادري لاني ما احب تويتر. كيفك مع اللغه العربيه الفصحى؟ والله اوكي. اوكي الامور تمام. عطنا كلمه اوكي اني باللغه العربيه الفصحى انت تمام. حسنا عطنا طيب جمله باللغه العربيه الفصحى. ما يحدث هنا غريب جدا. لما توتر فيها وعدت وفكرت ليش ما مداني قلت الجمله. انت صرت محلل شخصيه ذول كذابين. حكيت خشمك برجك جوزاء. كذابين. طيب اللهجات. اللهجات امورنا تمام فيها. يعني متقن اللهجات ولا جمل؟ لا والله انا اتعلم اللهجه على حسب الفيديو اللي راح اشوته يعني. يعني مثلا اذا مثلا حنشوت فيديو فيه احنا من مكه ومكاويين. لا اللهجات تتكلم العربيه على حسب. اقول لك اذا انا بصور فيديو معين اجلس مع ناس من نفس الجنسيه واتعلم معاهم ما اخذ اسبوع اسبوعين الا ان شاء الله الامور طيبه. طيب كيف تجربتك في المغرب؟ كانت حلوه. كانت تتوقع ان الجمهور انا شفت فيديو. اي فهمت كيف؟ شفت فيديو منها ما جبناه والله. بس انت تتوقع الجمهور كان ليش ما جبت الفيديو؟ فلوس عندكم. كواليتي حقه سيء. شغل كواليتي حقه سيء. التصريف حلو. فكان انا احس انه
الجمهور يركز يضحك بعد ما تخلص انت، فهمت كيف؟ ايه. واضح انه قاعد يترجم. لا 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 ما كان يترجم. هو مشكلة الجمهور اللي واجهته الجمهور السعودي مو الجمهور المغربي. الجمهور المغربي كان مبسوط وضحك وقام وصفق وانبسطنا. اللي هنا طبعا في عندنا مشاهير اللي في تويتر للاسف يعني الشباب اللي يحرضوا واللي شباب عندهم طبيعي اي كانوا يقصون البارت اللي هذا حق التعريف البدائي. الافيهات والجوكس اللي انا كاتبها مغربيه. قلت انا مشيت المغرب وبقيت مغربي بحال المغاربه ودابا دابا نبيع قرع البيع. وش فهمت؟ انك مشيت المغرب وصرت مغربي زيك زيهم وذا ورحت قرع البيع هو الافيه. وش ما فهمته وش بالضبط القراع لان نعرف اللي في عندنا لا لا ما له شيء بلال يضحك بلال لا هو قراع البيع هذا واحد عندهم يدور على بيوتهم طيب يبيع قرع بس يقولها بالضبط نفس الطريقه فانا جبت نفس التون حقه شبوا عليك حق تويتر فجو اللي في تويتر الثوب شماغ احنا نسميه في عندنا فين احنا نسميه ثوب شماغ اللي حق تويتر اللي زعلان لا لا مو بثوب شماغ بعد متلطمين هم متلطمين لان اغلبهم 90% حق تويتر صور وهميه مي بصورهم ممكن صح اسماء مستعاره ما ادري وشو فينتقد واحد حاط صورته موثق حسابه وفي البايو زي كراز وجهك بصورتك واسمك الحقيقي موثق حسابك ويجيك من اي يجيك مشكله انا والله احب الانتقاد بالعكس يعني في ناس والله تنتقدني والله قاعد استفيد يعني انت عندك عبد الله عراك هذا المخرج صالخني في كل عمل نزله الا يهزئني اوت اوف فوكس دقيقه هنا شسل قاعد تشتغل اي شيء بالعكس حلو بس في بعض الانتقادات انا اتمناها يعني في وقتك الحين تنتقدني صح مو وقتك قاعد تنتقدني غلط ما هم ما يدورون ترى شوف تويتر في جو تويتر مو جو انه يقدمك شوي قدام جو تويتر انا صيد عليك عرفت كيف مو بجول مو نهائيا يعني فلاحظ انت سوى اي شيء بيشبون عليك سوى عمل خير يمكن ما يعطونك وجه بالضبط بس هذه مشكله خلينا نشوف في صوره ولا والله انا صدمت من وين جبتوها هذه هذه صورتك صح يا الله تدري هنا كم عمري خمس طول ابتدائي عمري خمس سنوات ابويا جايب محضر معايا ما ادري ما ادري خطاب محضر مشاكل انت محضر ما له شغل خطاب جايب لي خطاب مكتوب فيه لا مانع من دخوله المدرسه اذا كان فرق العمر عن 6 سنوات هو 25 يوم فانا دخلت قبل الناس فانا جيت عمري 5 سنوات هذا الشكل اللي شفته قبل شويه داخل اولى ابتدائي مدارس خالد بن وليد استاذ حسين المدشوش اول واحد شافني كم كان طولك وقتها؟ 2 خمس سنوات يعني اقل من دحين بشويه يا ربي في دارك والله يا بعد عمري نورتني والله نورك وشرفتني ربي يسعدك وكنت تكفى لا تتهاوش مع فنانين تكفى والله قاعد تدقين علي شلون ما تتهاوش معهم دقين علي ذاك اليوم انت رد على فلان قال لك والله مو بنا ليه رد على من؟ ما ادري هم يبون هم يبونك ايش يبوني في هذا انا الحمد لله توني مصور مسلسل ومعروض علي 3 مسلسلات 4 مسلسلات وشغال انا بجي جنبك الحين عشان نكون جنب بعض عشان يفرقون بيننا عشان لو بغى واحد فينا طب خلاص وانا جالس انت واقف انا بجي بوقف جنبك اي ما من فرق الطول ما هو واجد بس لا يلا تعال شو الكاميرا خلت تاخذنا السلام عليكم والله في فرق يا جماعه انا مع اخويا كبير هذا عشان ابغى الفرق طارق الحرب اللي يسوي مشاكل الطويل طارق المسكين انا اللي يسوي اشياء حقه متوسطه وثانوي هذا فلوسكم اعطوني اياها محضر شرطه هنا حبيبي والله شرفت ربي يسعدك حبيبي الله يحفظك نبي نسمعك اغنيه نطالب منهم اغنيه اي تكفى وجوك طب ما تبي تغني ما تبي لا تكفى صوتي ضيم والله ها اي والله 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 مخيص خلاص يا عماد اغني انت يا عماد يلا